يا أهل الكوفة، لا عز الله ممن أراد بكم العز، ولا نصر من أراد بكم النصر. أن تخرجوا عنا فلا تشهدوا معنا قتال عدوكم، وإني أراكم حين أدعوكم إلى القتال تسيرون إليه كمن يقاد إلى الموت بالسلاسل. فإن لم تقاتلوا عن دياركم لأبعثن إلى من هم خير منكم وأطوعوا وأسمعوا على الشدة والمحنة والبلاء، فيقاتلون عدوكم عنكم. وقد كان شبيب هذا يغزوكم ويستبيح دياركم ويقتل أمراءكم ويفل جندكم، هذا قد كان وعجزتم عن قتاله. أما اليوم وإني أميركم فلا يكون منه مكان، وإن أمير المؤمنين أعزه الله سيمدني بجند لهم الغلبة وفيهم النصر بإذن الله. وأما إن زالت هذه المحنة وانقشعت هذه الغمة فستلقون مني مثل ما ألقى منكم.